مجدا 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 مجدا. علي الكتاب المقدس، كل واحد كل واحد علي الكتاب المقدس، قول هذا هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30 60 و100. سوف أتغير، أعلن الآن سوف أتغير باسم الرب يسوع، وأعيش بالمجد ومن مجد إلى مجد باسم الرب يسوع. ويأتي علي العدو من باب، لكنه يخرج من سبعة، يعظم انتصاري. قل يعظم انتصاري بالذي أحبني. كل شعب الله يقول، كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. تفضلوا مجدا للرب. خلينا ناخذ مكاننا الآن، وأريدك الآن أن تذهب معي إلى كتابك المقدس، جهزه الآن واذهب معي إلى متى الأصحاح العاشر لكي نقرأ أسامي الرسل مجددا، لأننا على في هذه الأيام نتحدث عن التلاميذ، نتحدث عن التلاميذ بمتى 10، ورائع أنه مذكورين في متى ومرقس ولوقا وأعمال الرسل. أسامي التلاميذ الـ12 تذكرته، عم نحكي عن تلاميذ. ياريت ناخد أماكننا، الأشخاص اللي وقفوا ورا لو سمحتوا الآن دون استثناء، خلينا ناخد أماكننا إذا بتريدوا. تفضلوا خير، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مجدا للرب. هللويا. ماريو جليل خليني أقعد لو سمحتوا. هللويا. الآن بمتى الإصحاح العاشر يتحدث كتاب مقدس عن أسامي التلاميذ. بدي أذكرك الآن بالتلاميذ والأمور اللي كنا عم نحكي فيها بالأمور بالأيام الماضية. أريدك أن تذكر بأن القاسم المشترك بين كل هذول التلاميذ بأنهم كانوا أتباع، تابعين، أتباع. والله بالحقيقة غير مهتم بأن يدعو فاهمين مثقفين، لربما أشخاص لربما حكماء في عيني أنفسهم، أشخاص فاعلين في المجتمع، مؤثرين. الله مش مدعو، الله مش مهتم أن يدعو هذول الأشخاص. الله يبحث عن أتباع في الدرجة الأولى، لأنه إذا كنت تابع هذه الأمور سوف تأتي، ممكن أن تأتي. يعني أنا مستعد أن أجلس مع أشخاص لأوقات عديدة، والتدريب يأتي أحبائي، المسحة تأتي. المسحة هي عطية من عطايا الله، المسحة تأتي لكل مؤمن، لكن هذه المسحة فيها مثل مراكز في هذه المسحة، وفي مسحة الرسول، وفي مسحة الراعي، وفي مسحة مبشر، وفي مسحة معلم، وفي مسحة النبي، لكن أيضا مسحة موجودة للكل لكي نعرف كلمة الله. هذه المسحة تقودنا إلى معرفة الكلمة، يقول الكتاب المقدس برسالة يوحنا الأولى، يتحدث عن المسحة لتعلمني الكلمة. عشان هيك الآن أنت فيك مسحة الآن أن تقرأ الإنجيل. أمين. شو اسمها الكنيسة؟ نعم؟ ليه ما هذا عم يحكي معي؟ مطلق يعني عملت لك شيء؟ قلت نعم؟ بدي أشكركم. المسحة تعلمك الإنجيل. وأنت لا تستطيع أن تقرأ الإنجيل من دون المسحة، لأن المسحة هي المسيح، والمسيح الآن يعمل من خلال الروح القدس، وأنت لا تستطيع أن تقرأ الإنجيل من دون الروح القدس. مشان هيك في كثير أشخاص تقرأ الإنجيل من دون الروح القدس بتفلسفه، أو بتلاقي له حل، أو بتصير مسقفة فهماني، ومفتكرة عندها معلومات كتابية، ومليانة بالمعلومات، مليانة بالمعلومات، لكن لا تعرف الإنجيل. لأنك تحفظ هذا الكتاب عن غايب، هذا لا يعني بأنك تعرف هذا الكتاب.
معي الآن؟ بأنك تعرف آيات كثيرة من هذا الكتاب، هذا لا يعني بأنك تعرف الكتاب. بأنك تقعد تسمع آيات من تكوين إلى الرؤية، هذا لا يعني بأنك أنت تعرف الله وتعرف الكتاب. بأنك تعرف الكتاب يا أحبائي، الله قد أعلن للرسول بطرس، لاحظ إذ الرب يسوع المسيح سأل التلاميذ من أنا أكون بمتى 16، قالوا له الناس شو عم بتقول عنك، قال الناس عم بتقول عنك هذا اللي بقول عنك أرميا، وهذا اللي عم بقول عنك أنت يوحنا اللي تقمص يعني، أو هذا اللي عم بقول أنك أنت إيليا، وهذا عم بقول، كل واحد عنده رأي وكل مبسطين تلاميذ شو عم بقول عن يسوع. أنا أتخيل هو واقف بيناتهم الـ 12 وعم يشوا كانوا ما بعرف شي ومبسوطين وقاعدين، عرفتني كيف؟ وفجأة يسوع يعني سألهم السؤال اللي هن ما كان حابين انه حدا يسألهم اياه، لانه بالحقيقة سئيلة لما حدا بيسألك سؤال انت ما عندك جواب، مزبوط؟ وعادة انتو لما بتذكر كنت بالمدرسة لما كنت علم، لما تسأل السؤال ما عندهم جواب بصيروا عاملين حالهم بيعرفوا التلاميذ، مزبوط؟ سو مثلا واقف شايفين شي واحد واقف عم بيسمع الدرس، وبعدين تأتأ يعني مش عم بيعرف يسمع مزبوط الدرس، وبصير يعمل هيك كان هو بيعرف يعني مثلا هي الجملة اللي لازم يقول أكل الولد التفاحة، وبتقول له أنت شو الجملة، وبيعمل بصير بيطلع هذا ينقله، بعدين انت بتساعده وتقول حرام، بلكي مش بلكي اذا بتعطيه كلمه بيمشي الحال. هو اك ما هيك بلك، هو اكم انت، لا 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 اكلب كلب، لا 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 ما هيك عادة لأنه ما بتعرف الجواب بصير بدك تعمل شيء. وتخيل أنه أرب يسوع كلهم هيك مفصين عم ينكتوا، وفجأة أرب يسوع وأنتم من تقولون أني أنا هو، وفجأة متى يا يعقوب، خلينا نحن نشوي اللحمة شباب، أنتوا حضروا الصلاة الباقيين روح، أنا بدي أجيب حطب، لأنه بالحقيقة صار عنا وعجقت، وكان في صمت ما هذا بيعرف جاوب. وبتخيل يعقوب ويوحنا ابن خالتي لكن الكتاب يقول بأن البطرس وقف قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، ما هيك؟ وبتعرف شو كان جواب الرب يسوع؟ قال له نعم لك يا سمعان بن يونا، لحم ودم لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. ولذلك أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. تعرف شو كانت هذه الصخرة؟ هذا الإعلان، الإعلان اللي أخذته من السماء. اسمعني جيدا، هذا بقوله بقولك بأنه الكنيسة مبنية على إعلان من الله. طالب الحدك له حياتك كله مبني على إعلان، مشان هيك لأن فيك تقرأ الإنجيل مليار مرة من دون الروح القدس راح بتكون حياتك فارطة، مش معناتها راح تتغير. مش حدا جربها بيعرف كثير آيات لكن هالآيات ما بتغيره. اسمعني شو بقول لك لين، هذه الآيات ما بتغيرك إلا إذا صارت فجأة صارت حياة فيك، ولا لا تستطيع هذه الآيات إنه تصير حياة فيك إلا أن تعلن لك، وأن أعلنت لك. اسمعني جيدا، فجأة صرت واقف على الصخر، لأنه لا تستطيع أن تقرأ من دون مسحة. هذه المسحة هي سوف تقودك لكي تتعلم الإنجيل. آمين. هللويا هللويا. الله يبحث عن أتباع. ومثل ما قلت لكم في الأيام الماضية أحبائي، الرائع ليس من اختار يسوع، والعجيب ليس من اختار يسوع، لكن العجيب ليس من لم يختار يسوع. يسوع لم يختار أشخاص كثيرين، يسوع لم يختار أشخاص معلمين وفاهمين وذوي نفوذ ومؤثرين وكل هذه المسائل، يسوع اختار أتباع. صام كل الليل وصلى كل الليل، في الصباح نقى 12
وواحد من هدول 12 كان يهوذا الإسخريوطي. إن الله راد في الأيام الجاية سوف أتحدث عن يهوذا الإسخريوطي لأن بده يأخذ مني كتير وقت. اليوم أريد أتحدث عن واحد من هدول 12، لكن خلينا أقرأ لكم بسرعة أسامي 12 بمتى 10 الأصحاح الثالث. تقرأ معي: ثم دعا إليه تلاميذه 12 وأعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وعلة. لاحظ لمين أعطى هذا السلطة؟ ليش ما حدا عم بيحكي معي اليوم؟ لمين؟ للتلاميذ. كم واحد كانوا؟ مين منهم؟ يهوذا عنده سلطان كان أن يشفي المرضى. أليس هذا غريب ورائع؟ بأنك إنك بعض الأحيان طلعت الواو، هذا الشخص بيعمل عجيب، يعني هو من الرب، مش بضرورة. معي؟ هذا شخص فظيع، ليك يطرد شياطين، ممتلئ من روح القدس، كمان مش بالضرورة. تعرفوا شو صار يا أحباء؟ الكتاب يقول عن شاول في العهد القديم، بيقول شاول أيضا بين الأنبياء، قال لما دخل بين الأنبياء حل عليه روح القدس. حل عليه روح القدس لمين؟ هل هذا يعني بأن شاول كان رجل الله؟ إطلاقا. هذا عم تسمع علي الآن يا أحبائي. الروح القدس تكلم من خلال حمار بلعام. هل هذا يعني بأن هذا الحمار لازم نعمل سانت حمار؟ هاللويا. لأنه في حمار حكي. تخيل مثلا تفوت على كنيسة في حمار، مين هذا؟ هذا اللي حكي لبلعام. بيك تخيل هيك شي مرة هذا يعملها؟ ليش لا؟ مش حكي الحمار. بعض الأحيان أنا وأنت يعني المنطق تبعنا غريب، إنه لأنه فلان عمل شيء إذن هذا الفلان عظيم. لا 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 لا، هو مش عظيم، لكن اللي فيه هو اللي عظيم. هاليلويا. الموضوع مش الشفاف، الموضوع ورا هدول الشفاف في روحه بيحكي. مش إن هيك، لأن استدرك أيضا هذا الموضوع. اسمعني شو بقول لك، لأن مشكلتك ما بقى بتصير مع البشر. في كتير أشخاص، واليوم كنت عم بحكي مع أشخاص، في كتير أشخاص تحكي عليك ما بتعجب أصلا، شكلك ما بيعجبه. طيب شو هذا توني مربى سكسوكي ليك عامل شعره فلان، بينتقدوا ما هيك؟ وفي ناس بتصير عليك قصص، وبتعرف شو أنت بتخدها شخصي، لك هذا زلمة سئيل مش معه، وأنت بتصير بدك ترد على نفس الطريقة، بتعرف شو قاعد بفخ إبليس. لأنه المشكلة مش هو شو عم بيحكي، المشكلة الروح اللي ورا هذا الأمر. ومش هيك عليك أن تقف الآن وتنتهر هذا الروح الشرير. لا، مشكلتك مش مع فلان، مشكلتك مع الروح الشرير اللي عم بيحكي من خلال هذا الفلان. تلاقي بس هيدا مؤمن. الروح الشرير استخدم بطرس أيضا. هل عم تسمع علي الآن يا أحبائي؟ يا بطرس كانت كبرت براسه منيح، قال لك أنا صخرة، شو بأكله؟ صخرة أنا. تخيل بين التلاميذ الاثناش، يعني كل ياتهم كانوا قاعدين عم هذا اللي مدري شو عم بيعمل، فجأة لما سمعوا برافو سمعان بطرس، برافو، زقفوا له لسمعان، زقفوا له كلهم لسمعان. مش اللي أعلن لك يا بي، بطرس أخذ إعلان من السماء، سمع صوت الآب. بعد شوية هني بحبوا يشجعوا، بتعرف يعقوب ويوحنا أجوا بطرس، you got it man. زبطت معك خي بطرس. وفجأة إجوا كل ياتهم، صاروا كل ياتهم اندراوس، خي هذا خي أنا جبته للرب. ما هيك؟ وصار في أحاديث، وفجأة بطرس صار يطلع فيهم، أوكي أنت زبط لي الوضع هوني، أوكي أنت صار مسؤول عن القصة. وفجأة الكتاب يقول بأن قال الرب يسوع، كمل بالحديث، قال الرب يسوع صار يخبرهم أنه راح ينزع أورشليم، يتألم، يجلد، يصلب
ويقوم من بين الأموات. قال فأخذ بطرس على جنب وانتهر وقال له أنا طالما أنا عايش أنت ما بصير فيك هيك. قال انتهر للرب. فيك تخيل بطرس عم ينتهر الرب. في الشيء اللي خلق أميري. شو قلت؟ قلت بك تنزل على أورشليم؟ شو قلت؟ ما ليش بطرس اعتقد بأنه الموضوع الآن صار بين يديه؟ اسمعني جيد. وفجأة راب قال له ابعد عني يا شيطان. هل بطرس كان الشيطان؟ لا، قال الشيطان كان يتكلم بطرس. هل كان بطرس ملبوس بإبليس؟ لا، لكن كان تحت تأثير. ولاحظ كيف كمل الرب يسوع لأنك تفكر كما يفكر كل الناس. يه، ليه في شي حدا بفكر مش مثل ما بفكر كل الناس؟ طلع أنك تفكر مثل كل الناس خطية. مفروض تفكر مثل ما بفكر الله، لأنه الله ساكن فيك الآن بيعطيك أفكار إلهية. بأنك ترى بالحقيقة لما كل الناس تقول ظلمة أنت تقول نور، بتقول يا عمي هذا غريب وين عايش؟ نعم، بارح فاتين على المطار ما في دومري بالطيارة، في 400 شخص، في 7 فاضي الطيارة، لكن أنا فرحان. هللويا. الناس تقول وين عايش هذا؟ لا ترى، مش شايف، بلا شايف. شو شايف؟ هللويا، نهضة. الناس تعبانة، الاقتصاد تعبان، الوضع مأزم، 3 انفجارات، مش عارفين وين الرابع راح بيكون. هللويا، انفجارات، بك شي براسك؟ لا، أنا أفكر كما يفكر الله. كيف يفكر الله؟ الله ينظر الآن إنه يحضر عروسه، لأن الآتي سوف يكون أعظم. هللويا. وبتعرف يمكن بعض الأحيان لازمنا هيك خضات حتى نتذكر بأن العالم اللي عايشين فيه فاني، ما فيه أي شيء تقعد تشغل فكرك فيه الآن. عم تشغل فكرك بشو؟ فاني على كل أحوال، رايح على الزبالة على كل أحوال، على كل أحوال. في هذا البيت اللي صار لك سنين عم بتقسطه رايح. لا، امبارح صار زلزال جديد بإندونيسيا. أول شيء قالوا 201 أو 101، لحديت هلأ صاروا في 1005 بـ256 ثانية. دقيقتين وستة وخمسين ثانية الأرض عملت هيك. 2001 مات. وبعد أكتر وأكتر وتشردوا، جاءنا العمر راح في 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 جزيرة اختفت. عندك بيت عليها، سيارة، اختفى. جاءنا العمر، تشتغل كل حياتك، أهلك اختفى. هذا العالم فاني. يمكن جيد انك تبلش تفكر بهالاسلوب، جيد انك تفكر. تعرف شو كان سر النهضة يا احبائي في الكنيسة الاولى؟ هذا حابب يعرف اليوم، هذا بده ياني اقول له اليوم. تعرف شو كان سر النهضة في الكنيسة الاولى؟ الرب قريب. طلب حدا كله الرب قريب، حتى كان يقولوا لبعض مراناتا. الكنيسة اللي كنت عم بواصل فيها بولندا اسمها مرانات. طلب حدا كله مراناتا، يعني الله يأتي، يسوع يأتي، الرب آتن. ما حدا بده يحكي مع التاني، عمول معروف، طلع بهذا كله مران آتا. لما بتفكر انه الرب قريب، بعد في شي بهم؟ الرب قريب. هللويا هللويا هللويا. انت مدعو ان تفكر كما يفكر الله. أنت مدعو لين إذا هيك بتعمل السويتش بدماغك. فيش حدا موجود هون اليوم عم تسمع علي،
بعد ما بلشنا بالوعظة بقى مشان هيك بدك تحضر حالك تعمل سويتش بدماغك هيك تبرم على كيف الله عم بفكر. الله تعرف شو بدي بس نخلص هذه السلسلة رح بلش أعلم عن المواسم. رح بلش أعلم عن المواسم بيقطع فيها الإنسان كيف في صيف وشتاء وربيع وخريف. في أنت كمان عندك صيف وشتاء وربيع وخريف والحياة الروحية فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. رح أعلم عن هدول لأنه في أوقات تزرع في أوقات تحصد بالحياة الروحية أيضا. رح ببقى أعلم عن هدول الموضوع ورح أعلم عن شيء هيك اسمه رح بلش أعلم عن موضوع اسمه وين الله لما أنا عايزه. شو مرة دورت هيك قلت يا عمي أنا هلأ عايز الله حدا مثلي بس ما بصير شيء. لكن بعد فترة تطلع لورا بالوقت اللي أنت كنت عم بتقول إنه ما صار شيء تطلع بعد فترة بتشوف قديش كان عم بصير إشياء بس أنت ما كنت عم تشوف. مزبوط إيه ولا لا؟ صح؟ طب وين المشكلة لكن؟ لأنه هذا بيقلي بيقول لك إنه لما تكون جوا ما بتشوف لأنك مش مدوزن إنك تفكر مثل ما بيفكر الله. مدوزن إنك تفكر مثل ما بفكر كل الناس. كل الناس بالمصيبة بيفكروا مثل ما أنت بتفكر. كل الناس لما بيقطع بظروف صعبة بيفكروا مثل ما أنت بتفكر. شو الفرق؟ فرق إنك أنت مؤمن. إيه؟ شو الفرق إنك أنت لأنك مؤمن الآن مؤمن بشو الله بيقول أكثر مما أنت شو شايف. لأنك لا تسلك بالعيان بل بالإي عم سهلكم ياها بالإي شو كانت بال نسلك بال أمين. متى 10 قال وهذه أسماء الاثني عشر رسولا أولا سمعان دائما أولا سمعان. على فكرة بتقريهم بالأربع الأماكن اللي جاي فيه الرسل دائما سمعان أول شيء. يا أخي هالسمعان نبقى بنحكي آخر رسول تركه للآخر أنا لأنه حبوب سمعان بطرس ورائع. على فكرة خلينا نكمل. أولا سمعان الذي دعي بطرس وأندراوس أخوه. نتحدثنا عن أندراوس أخوه. أليس هذا رائع بأن أندراوس جاب سمعان للرب لكن سمعان صار أولا؟ أليس هذا رائع؟ الناس يقول لا مش كثير رائع. بلا رائع كثير هاللويا. إنه في ناس هيك بتفكر مش مهم أنا مهم الخدمة مهم الملكوت مش مهم اسمي مهم الرب مش مهم أنا بين مهم الناس تعرف يسوع. هذا أندراوس هيك. ويعقوب بن زبدي ويوحنا اخوه. لاحظ اثنين اخوه. وحكينا عن يعقوب ويوحنا طبعا رجال العصابات. فيليبوس ايضا تحدثنا عن رجل الكلمه. وبرتلماوس. قول معي برتلماوس. هذا بقى ما حكينا عنه اليوم رح نحكي عنه. لاحظ وتوما طبعا جاب الضرائب. عفوا توما الشكاك. ومتى جاب الضرائب طبعا اللي هو كان مثل شيء نائب بهذاك الوقت. يعقوب بن حلفة طبعا درسنا عن هذا الرجل اللي هو خيه لسمعان لتداوس. هذول اثنين سمعان القناوي هو ذا الاسخريوطي الذي خانه. اليوم بدي أحكي عن برتلماوس وببقى بحكي في الأيام الجاية عن يهوذا بعد فيه سمعان وتداوس. هدول ثلاث أشخاص لكن همين. برتلماوس استقرأ عن هذا الرجل في الكتاب المقدس يا أحبائي. تقرأ بأنه بالحقيقة كل الكتاب المقدس من متى يقول بالعهد الجديد إلى رؤيا يوحنا ولا مرة مذكور شيء عن برتلماوس. خلصت الوعظة.
تقرأ بأنه موجود بالرسل بس ما بتعرف شو هذا الزلمة، مين هذا، مين بارتلماوس، شو عمل. وتداوس صاحبه على فكرة، ما بتقرأ شيء عنهم هدول اثنين. كل تقرأ أنه موجود اسمهم، تقرأ اسم اسم، لما بتسمع على الـ 12 بتسمع عن بارتلماوس تداوس، وما بقى بتسمع ولا مرة شيء تاني. بتقرأ عنه بمتى، بتقرأ عنه بمرقس، بتقرأ عنه بلوقا، بتقرأ عنه بأعمال الرسل، لما بيعدد الرسل وما بقى بتقرأ ولا مرة عنه أبدا. الله اختار شخص يسوع، القسيس يسوع، نقى واحد بالفريق تبعه مختفي، رجل خفي ما بتعرف شيء عنه، كلهم مشهورين ما عدا هذا شخص، كلياتهم عملوا شيء بالنسبة لألنا ما عدا هذا الشخص، كلياتهم انسمع فيهم وصار أمور كثيرة عملوها ما عدا هذا الشخص. على فكرة خليني أقول لكم الآن يا أحبائي، كل الرسل الـ 12 أو خلينا نقول 11 طبعا مع يهوذا اللي انتحر، لكن الـ 11 الباقيين ما عدا يوحنا الحبيب، كلياتهم يعني العشرة الباقيين كلياتهم ماتوا قتل، كلياتهم قتلوا بما فيهم بارتلماوس، بما فيهم بارتلماوس. من هو هذا الرجل بارتلماوس؟ على فكرة حتى اللي نقدر نتعرف عليه أكثر لبارتلماوس اليوم، الطريقة الوحيدة اللي نقدر نتعرف عليه هو من خلال اسمه. وبالعهد القديم، خلينا نقول بالعهد الجديد، وطبعا بهذه الأيام بالعالم العربي والعالم بأيام الرب يسوع المسيح، ما في اسم هيك ما له طعمة، يعني الناس بيسموا أسامي ما له طعمة هلأ بهالأيام، بس هيك لأنه عجبني اسم فلان، وبتلاقي أشخاص بيسموا اسم ويلا قبل ما يخلق البيبي بيكونوا عطوه اسمه، صح؟ بيكونوا عم يحلموا بالاسم أصلاً قبل ما يخلق. لكن بهديك الأيام الطريقة بأنك تسمي فيها حدا هي بأنك أول ما بيطلع البيبي من بطن أمه بيلقطوا بيه وبيقولوا له سمي، وعادة بيلقطوا هيك وبيعطيه اسم، يتأمل فيه وبيعطيه اسم أو بيعطيه اسم. ومشان هيك العادة اليوم بعد حيث هلأ نحن بس نروح نهني بمولود جديد بنقول إن يعيش يحمل اسمه، ما هيك؟ مزبوط؟ مزبوط إيه ولا؟ أنتوا هيك بتقولوا كمان؟ نعم؟ ليه ما حدا عم بيحكي معه؟ شربي شو عملت بغي؟ مظبوط ولا لا يا احمد؟ خلصوا شربي، خلصوا قول شي شربي، قوم واقف لنا احكي. مجدا بقى يعيش ويحمل اسمه، صح؟ أوقات أنا رحت هنيت بأشخاص مش عارف شو اسمهم، بس قلت له عيش يحمل اسمه، طلع اسمه شيء ما بعرف شو هو يعني. وبعدين صرت أقول يا رب ما يحمل اسمه باسم يسوع، ما يحمل اسمه، طلع اسمه مش كثير حلو يعني، ما عنده معاني. لكن هذيك الأيام الأسامي كان إلى معاني. ولاحظ معي الآن يا أحبائي، الرب نظر يا بطرس قال له لم تعد فيما بعد اسمك سمعان بل بطرس. كلمة سمعان معناتها الذي يسمع، الله يسمع، ما هيك؟ لكن الآن اسمك صار بطرس، يعني الصخرة أو الكيوخ، يقول الحجرة. اسمعني شو بدي لك الآن. أيضا بالأرامي كلمة سمعان معناتها القصبة، شايفين الأصبع تتمايل، تعرف شو الأصبع اللي بتكون حد النهر، بيجي الهواء بتعمل هيك تنزل من فوق لتحت. بقى الرب نظر بطرس قال له أنت السمعان، أصبع ساعة فوق ساعة تحت يا سمعان. سمعان بطرس عم يسمع، ساعة فوق ساعة فوق مرتفع، بعدين تنهال تحت جاي محبط مكسر، ساعة فوق ساعة، وفجأة قال له لم تعد فيما بعد سمعان صخرة، صرت ثابت. آمين. والآن الله غير اسم يعقوب إلى إسرائيل،
الله غير أسامي أشخاص كثير، الله أعطى أسامي لأشخاص كثير، لأن الأسامي يا أحبائي هي نبوة لأصحابها. أنا اسمي شادي، يعني الصوت الجميل، هاليلويا. فكرة اسمعوني غني مني هاليلويا. العود بدق العود، أنت تعلمت جيتار، هاليلويا ماشي الحال، طلع بحمل اسمي. لا في منكم رأيه غير انه صوته مشير حلو الزلمة، بس انا مبسوط انه حامل اسمي هاليلويا. بقى الاسامي لها معاني يا احبائي، ومشان هيك الان لما امه سمته بارتلماوس كانت تقصد شيء ما، وطلع حامل اسمه. كلمة بارتلماوس يا احبائي راح اشرح لكم اياها كالآتي. بارتلماوس معناتها خادم، حاضر، مضيف، صديق، سامع لينصح، شماس. كل هيدول معناتها اسم بارتلماوس. أليس هذا رائع؟ صديق، اسمه صديق. موجود بارتلماوس فقط ليسمع للرسل. عم تخيل كان كل ما بده يصير في مشكلة كل واحد ياخذ بارتلماوس بيروح دو 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 دو. بارع ما شفته هذا، بارع اجل عنا بطرس يا اخي، ما بعرف كيف البطرس بصير يشوف حاله، بعدين بارتلماوس، بعدين بارتلماوس حبيبي ولا هم. بيسمع السامع المضيف، بيعرف يضيف الناس، خادم يخدمهم، شماس يهتم بقضاياهم، يهتم بالأمور الصغيرة. يا أحبائي بين الرسل كان في شخص مش واعز، كان في شخص مش روحي، وفي ناس كتير تنظر إنه أنا أريد أن أكون بين هالخدمات الخمسة، لكن وينن اللي هن بارتلماوسات في الكنيسة لتسمع لي بالخفاء، تصلي، تهتم بالناس، تصادق الآخرين، تستضيفهم مضيفين، شمامسة، تهتم بأمور الكنيسة العامة اللي هي محتاجة لكل يوم اهتمام. منه بالحقيقة إذا ما في شمامسة وفي أشخاص مهتمة بهذه الخدمة كنا منيجي لهون ما في مايكروفون راكب، ما في إضاءة موجودة، ما في سجادة نظيفة، ما في أشخاص عم بيساعدوك بأنه يوزعوا عليك الأشياء اللي لازم تتوزع، ما في حدا بيقدر يعمل كاسات، ما في حدا بيقدر ياخذ الانجيل، ما فيك تعمل ولا شيء، ما حدا بيقدر يسجل ورا، ما هيك؟ اذا ما في اشخاص مثل البرتلماوس اللي بتروح وتستضيف الناس، اللي ما بتحب تحكي بتحب تسمع، اكيد مش مثلي. احنا محتاجين لاشخاص ما تحكي بس تسمع. كم واحد بيقول انا محتاج لحدا يسمعني شي مره؟ حدا محتاج لحدا يسمعه؟ أنت تحتاج إلى بارتلماوس، إلى شخص يستطيع أن يستضيفك، أن يحبك، أن يعطيك نصائح صغيرة، كبل لك نصيحة صغيرة، أن يساعد، أن يخدمك، أن يخدمك. كل الناس تريد أن تخدم، لكن ما حدا يريد أن يخدم. يسوع قال تعرف يا أحبائي، قال حتى ابن الإنسان لم يأتي لكي يخدم بل لكي يخدم ويبذل نفسه عوضا عن كثيرين. بارتلماوس أخذ هذه الشخصية من يسوع. عم تخيل الآن يا أحبائي التلاميذ الاثناعش ماشيين، عم تخيل التلاميذ الاثناعش عم أنتم معي بعدكم هون إيه ولا لا؟ كم واحد بعد هون قول هاليلويا أو شيئا تسلم. تخيل معي الآن كلهم ماشيين وبارتلماوس هو عم بلم الشنط وراهن وماشي وحامل الاشياء وراهن، لانه هذا الناس ما بعرف شو، هذا ناس كتاب، هذا ناس القصبه، هذا الناس ما بعرف شو وراه. وبارتلماوس مهتم بالامور الصغيره. بارتلماوس يذهب لكي يحضر الموائد، بارتلماوس يذهب لكي يحضر في الضياع، بارتلماوس يذهب لكي يكون دائما من بعد ما يخلص يسوع الوعظ ويخلص يسوع الاجتماع يقعد مع الناس ويسمع إليهم ويصلي معهم ويخدمهم ويشوف المحتاج لأي احتياج، المحتاج لتوصيل يوصله، محتاج لمساعدة يساعده، المحتاج أنه يسمعه يسمعه، المحتاج أنه يأخذ بنصيحته يعطيه نصيحة.
ولكن لم يكن بطرس، لم يكن كأندراوس عم ياخد ناس لعند يسوع. كل اللي كان عم يعمله بالخفاء ما بتسمع شي عنه يخدم. وهذا البرتلماوس الآن يا أحبائي اللي أنا وياك ما سمعنا شي عنه، قضى حرقا في سبيل الرب، ويقال بأنه كان في أفريقيا على فكرة، ذهب لكي يخدم بين أصعب الأماكن، أدغال أفريقيا، أكلي لحوم البشر، وقضى حرقا مشوي. لم تسمع شيء عنه، لكن كان يسوع كان رسولا جبارا، خادم بالخفاء، ما بيحب الأضواء، ما بيحب الصيت، ما بحب حدا يعرف شيء عنه أو شيء فيه. هيك أشخاص أين هم في الكنائس اليوم؟ لا أنا محتاج لأشخاص مثل متى عندي بالمجموعة، محتاج لأشخاص بعض الأحيان مثل فيليبوس يحكوا معي قصص يحكوني بالكلمة، محتاج لأشخاص مثل أندراوس، محتاج لبطرس، محتاج ليعقوب ويوحنا المحمسين، لكن أيضا محتاج لأشخاص مثل برتلماوس اللي ولا مرة بيعمل ولا مشكلة، ما بيعمل مشاكل. برتلماوس دائما هو بيضبضب المشاكل، على فكرة دائما هو الشخص اللي بيضبضب المشكلة، إذا في مشكلة هو بيضبضبها بيسكرها، مش مشكلة. دائما هو الشخص اللي بس يصير في شيء بتلاقيه هو أول واحد عم بضيف، عم بيساعد. الله يبحث عن هيك أشخاص يا أحبائي. يسوع نقى برتلماوس بالمجموعة. يمكن تقول لي أسيس أنا ما عندي مواهب قيادية، بلكي تكون برتلماوس. مش كل الناس لازم تكون على المنابر، مش كل الناس مدعوة إنه تعلم أو توعظ، مش كل الناس يا أحبائي. إذا كل الناس وعاظ مين الشعب بيكون؟ كنيسة أسس، بعرف كنيسة هيك كلها أسس، فيها واحد شعب، في شي 30 أسيس وشعب واحد، و30 أسيس نازلين بهالشعب. شعب مؤلف من واحد. لا ما في حدا طبعا، ما في حدا بيزبط البنوكي بالكنيسة لأنه كلهم أسس، ومسيب إنه هذا الشعب مش كتير موهوب كمان، يعني بتلاقي كنيسة بضل مع حدا، ما حدا بيجي أبكر لأن كلهم لازم يجوا. طبعا في برستيج للأسف يا أحبي، عم بحكيكم أنا أسيس، عم بحكيكم أنا أسيس، لكن بكره هذا الموضوع. أنا رب لم يدعوني لكي أكون ببرستيج أو حامل اسم إطلاقا، رب دعاني لكي أخذ إنجيله إلى كل أنحاء العالم، لكي أعز بكلمته في كل أنحاء العالم. مش مهم اسمك ولا اسمي ولا اسم حدا تاني، مهم اسم الرب يسوع، إنه ملكوته ليس ملكوتنا، إنها كلمته مش كلمتنا على كل أحوال. أشخاص تبحث عن منظر لألا ومكاني لألا. على فكرة نزلت من الطيارة لابس جينز، ما عرفني الزلمة، آه حضرتك بهولندا، وبعدين قال حلو إنه هيك مرتخي، اخذ الامور ببساطه. امين. تعرف ليش؟ مش لابس قناع. اللي بتشوفه هذا اياه، تشوفني هون، ما بتشوفني برا، ما بتشوفني بالبيت، ما بتشوفني بالشارع، ما بتشوفني بالسوبر ماركت، نفس الشخص مش غير واحد. او لما تكون لما بتكون بالكنيسه غير شخص تكون. في ناس بحبوا فهم، بصير يحكي هيك، بصير يحكي بهدوء، بصير يقول لك مثلا بغوص كيفك أسيس؟ مجدنا. يعني كل جواب بصير رح ببكي من الإيمان. بصير غير حديث، يعني بعدين بشوفه غير محل، بشوفه غير شخص. نا وين المشكلة؟ المشكلة بالرب؟ لا، المشكلة فيه. نا شو المشكلة فيه؟ لابس قناع، قناع أسيس.
مسكينة هيك شوف نهار أحد بيلبسه. ونهار التاني بصير غير شخص. نا أشخاص يمكن أنت مش أسيس. نا أكيد مش أسيس لأن أنا هون أسيس. هاليلويا. أنت يمكن لابس غير قناع. شو القناع اللي لابسه؟ مين عم تحاول تكون؟ مين عم تحاول تقلد؟ بمين حابب تكون مثل مين؟ نا بتعرف شو أنا بدي لك؟ طلع بالشخص اللي حدك قال له أنت حلو مثل ما أنت. أنا في شخص كتير حابب يكون مثله. أنا حابب يكون كتير مثل شادي العويد. هاللويا. شو بحب يكون مثله. هاللويا. أنا ما بدي يكون مثل حدا تاني. لأنه مقياس تبع هذا الرجل ويسوع المسيح مش حدا تاني آخر. أمين يا أحبائي. ما بسمع حدا اليوم بيحكي معي. كون مثل حالك. كون مثل حالك. شربل حلو شربل. سهاك حلو سهاك. بغوص حلو بغوص. أقوب حلو أقوب. ما أجمله أقوب. هاليلويا. كلياتنا حلوين مثل ما نحن. صح؟ إذا ليش بكون مفتكرين إذا أنا بعمل هيك بصير مؤمن؟ إذا بعزكم وأنا وعامل هيك بصير أحسن. بصير وعظة فيها مسحة. ما هي؟ أو إذا بحكي بأسلوب ما بصير. تعرف شو بسميها بتأسمانش بدلك رح فجئكم اليوم. رح فجئ. تعرف شو اسمها هذه؟ هذه ليست تأثيرات روحية على فكرة. هذه تأثيرات نفسية. وفي كنائس مبنية على التأثيرات النفسية. كنائس مبنية على التأثيرات النفسية. تقول ما قلتها بلا قلتها. يحيي الكاسات وخذها وفزع على كل الناس. قلتها. وعلى تروح على البيت تخلع القناع. تصير تخبط على راسها. ليه أنا هيك يا رب؟ ليه أنا هيك يا رب؟ رب قل له لين كون أنت. لا تحاول أن تكون حدا تاني. كون أنت. حاول أنه يمشي مثل ما بيمشي فلان. يصلي مثل ما بيصلي فلان. يقرأ مثل ما بيقرأ فلان. يوعظ مثل ما بيوعظ فلان. نكون أنت. كون أنت. الله يحبك كما أنت. ربما أنت مش دعوتك تكون مثل دعوة فلان. كون أنت. شو بتحب أن تعمل؟ عمول عسكت. حب الرب. خلي الناس تحب الرب من خلالك. خلي الناس يحبوا يسوع اللي فيك. انت عم تدعيهم لعند يسوع. خلي يشوفوا هاليسوع حلو فيك. نعم. خلي نصيف مظبوط. مجدا يسوع حلو بخي نصيف. النصيفين. هاليلويا. وبخي سمعان ما أجمل. وبسمير يسوع حلو فيك. طالب حدا كله يسوع شو حلو فيك. مش معقول شو حلو أنت. قل له هيك. قل له هيك كل وقت. غزل بالحدا. قل لك شو حلو أنت يا زلمة. لما بتكون هيك أنت شو حلو. لما بتكون أنت شو حلو. قل له هيك. قل له أوقات ما بعرفك له. قال اوقات ما بعرفك. مش معقول ليش بتغير. اوقات ما بعرفك. كون انت هيك. خليني مثل ما انا تضلني اعرفك. امين. قال له خدوم الرب. عيش لقله. قال له هيك كل واحد يحكي مع نصحه مو برتماوس. قال له خدوم الرب. عيش لقله. حبه. عسكت. روح كرماله. استضيف الناس. عزمهم. اسمع لهم. صادقهم. كون صديق. كون صديق. ليش بتلبط بالعالم؟ قال له ليش عم تلبط. كون صديق. كون صديق. بدك الناس تخلص. كون صديق. ليش لما بيجوا لعندك بتلبطهم؟ الله يريد برتلماوسات في هذه الكنيسة. الله يريد تدوسات في هذه الكنيسة. تدوسات. هاللويا. في هذه الكنيسة. مجدا ليسوع. خلينا نقف مع بعض الآن.
أعلن إيمانك وإيمانك الآن يا أحبائي بأنك تكون مستخدم بالطبيعة اللي الله أعطاك إياها. أنت مش أنت فريد من نوعك. عندي فكرة، عندي خبر لك الآن، أنت فريد من نوعك، بكان أنت ما في حدا بالست مليارات نسمة اللي هلأ موجودين على الأرض والست مليارات اللي ماتوا، ما في حدا مثلك بالعالم. في 300 واحد وبقول أمين صح، ما في حدا مثلك بك. كل واحد يقول هيك للشخص لحد، قل له أنت فريد من نوعك، قل له أنت فريد جدا من نوعك، ما في مثلك بلا. يمكن قل له هيك، قل له يمكن في ناس بتشبهك بالشكل، قل له يمكن في ناس تشبهك بالشكل، بس ما في حدا مثل هالبيبي، ما في حدا، هذا فريد، هاي فريدة من نوعها. هاليلويا كارين، أوه هاليلويا مجدا. قلو الله خلقك وكسر القالب، قلو الله خلقك وكسر القالب. قلو انت تحفي يا زلمة، تحفي، مش معه شو حلو، انت تحفي رائع. كل واحد يحكي لحده، يحكي طلع فيه، قلو انت تحفي مجدا. قل له ما تحاول تكون مثل حدا، انت حلو هيك، حلو مثل ما انت. الله بده يغيرك، الله بده يعمل فيك اشياء كثيره، الله بده يحول شخصيتك، لكن الله يحبك ان تكون انت. اوه هللويا. لو معظم مشاكل البشر الموجوده اليوم على هذه الارض هي انه مش قادر حدا يقبل حدا مش مثله. نعم، إذا في حدا بفكر مش مثل ما أنت بتفكر الآن، مجدا، يمكن أحسن، ها؟ نعم، ليه مشكلتك مع فلان إنه مش مثلك، إنه ما بتصرف مثلك، إنه ما بيمشي مثلك، إنه ما بيعيش مثلك، إنه ما بيحكي مثلك الآن؟ هاليلويا. مشكلة الناس بينها مش قادرة تقبل إنه حدا مش مثله، مش قادر تقبل انه حدا غير. هذا غير، بس هو جيد، بس هو غير، مع انه جيد، مع انه غير هو جيد. بس حتى اوقات بيطلعوا، بس كيف فلان بيتصرف هيك؟ لانه غير. جوابتك لانه غير هو. بس انا بشوف هيك غلط، بس هو مش شايف هيك، هو شايف انه صح. ايه بس مين بيقول بين الصح والغلط؟ كلمة الله. هل عم يعمل شيء ضد كلمة الله؟ لا، بس أنا هيك رأيي. إذن هذا رأيك أنت، هذا رأيك سو غير، هو عنده غير رأي. إيه بس هو كسر كلمة الله، فرجيني وين. لا بلكي فرجيه له كمان وين. هام جدا يا أحبائي، وأشخاص حتى لتصير مقبولة تحاول تكون مثل الناس، مثل كل الناس. ما تكون مثل كل الناس، كون أنت يا أحبائي. عم بتطلع بقلب هولندا، بحبوا الورد على فكرة، أنه أكثر بلد مصدر للزهور في العالم. جبت معي شوية توليب، مش راح أعطيك إياهم رنا. عم طلع بحقول، في حقلك على فكرة هولندا، هيك مثل الورقة مبلطحة هيك، في شوية هيك بسمون جبال، بس إني مش جبال، نحن بالنسبة لقلنا يعني كيف هذه التل اللي بحطوها قدام شي عم بعمرو بناية، بيجي بكبوا رمل، إن هاي جبل، نحن بالنسبة لقلنا هذه كسارة. ما هيك؟ لكن بهالبلطحة الموجودة فيها هولندا بيزرع ورد. عم بتطلع في حقول كلها توليب أصفر. حلو، طلع تشوف توليب أصفر، تطلع حقل كله توليب أحمر، طلع حقل كله ورد زهر، طلع حقل كله بعدين في حقل فيه كل أنواع الورد، أجمل حقل فيهم. الحقل
الكله أصفر بيخ إنه أصفر، أوكي أصفر. لكن فيك تتطلع بالحقل اللي كله ورد وما تشبع، كله ألوان ما تشبع، لأنه بضلك تشوف إشياء دايما، ما بتزهق تتطلع فيه، بضلك تشوف إشياء، في شيء دايما غير، في في فيك تمتع نظرك، لأنه بالحقيقة في فيه أضواء، فيه إشياء غير، فيه فليفر، يعني فيه نكهة، تلاقي هيك نظرك بينبسط إنه فيك تتطلع على الأصفر قد ما بدك، بس تنبسط أكثر لما بيعطي نكهة، ألوان فيت ببعضها. الله أرادنا أن نكون ألوان، ألوان. مشان هيك الآن نحن أطباع كثيرة، شخصيات كثيرة، ولا واحد مثل التاني يا أحبة، ألوان. بالنسبة لله نحن بوكيه ورد رائع الجمال، ينظر إليك والهاليلوي. الله يا أحبائي لما خلق آدم ما شال استنسخ منه قايين وهابيل وشيثة. الله ما خلق آدم وبعدين جاب ماشين فوتوكوبيل قلت هذا حطوا هيك زز طلع آدم زز، وبعدين تخيل كلياتنا بنشبه بعض ماشيين بالدنيا، كلنا مثل بعض، كلنا نفس الشيء. فيك تخيل كلنا ما بيخا ما بتعب بتهين علينا نصيب، كنا جوزنا من زمان لانه كله مثل بعض، ناقي حلا بخالم كله مثل بعض. كان يمكن كانت سهله بعدين سين غلبت ايها مرت فلان ايها ومين زوج فلان كله مثل بعض. فكر فيها الآن، الله ما عمل هيك، الله خلقك فريد. أنا ليه عم حاول لكم هيك يا أحبائي؟ حتى لتضل أنت، خد يسوع بس خليك أنت، خد يسوع، خلي يسوع يغير فيك التمرد، يغير فيك، يشيل منك المرارة، يشيل منك الشخصية المأزية من إبليس، الشخصية المدمرة من الشيطان، الشخصية اللي حملها من العالم، اللي تعلمت أمور العالم. خلي يسوع يطهرك من هذه المسائل. لكن لما بترجع الشخص اللي خلقك الرب بتكون رائع الجمال. هاللويا، ارفع ايدك قل يا رب الآن اعمل بحياتي، كل واحد الآن، كل واحد قل له تعالى يا رب، يا رب أنا تأثرت كثير برأي العالم، تأثرت كثير برأي المجتمع، تأثرت كثير يا رب بتربيتي، تأثرت كثير بإشياء كثير صارت معي الآن، لكن تعال الآن يا رب نقيني، نقيني من كل أمور فاتت على حياتي لم تكن منك يا رب، نقيني لكون الشخص اللي خلقتني كونه يا رب، نقيني لكون الشخص اللي بدك كان يكونه. هللويا، أنا أعبدك الآن من أجل روحك القدوس الذي يأتي على حياتي الآن. قل له تعالى يا روح الله الآن، كل واحد ارفع يديك قل له تعالى يا روح الله الآن، المسني يا سيد. اوه هللويا، بدي فريد تسبيح نطلع الآن بسرعة. مجدا 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 مجدا، هللويا 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 هللويا، مجدا ليسوع. اوه هللويا، في ناس بتفوت لعنا على البيت بتقول ايه انت مش مثل خيك الكبير، انت مش مثل خيك الصغير. هللويا، بتعرف يا. نشكر الله اني احسن مني، تنيتهم احسن مني، بس تعرف شو انا غير. هللويا، انا غير، انت غير. مجدا للرب، انا ما بدي اكون مثل حدا، انا بدي اكون انا. مجدا ليسوع، مجدا. يمكن الاشياء اللي بحبها فلان انت ما بتحبها، بالبيت عندك ربيان بنفس البيت، نفس الام والبي، نفس الام والبي، لكن نفس الاكل تحطوا لكم اياه تاكلون، نفس الثياب اشتروا لكم اياها، نفس المحلات رحتوا عليها، نفس القرايب عندكم، نفس كل شيء، لكن بتعرف شو انت غير، انت غير. هللويا، شو الشيء غير فيك؟ الله خلقك غير، وضع فيك امور غير الان. هللويا، ارفع يديك الان، خلينا نعبد الرب مع بعض. مجدا ليسوع، مجدا ليسوع، مجدا ليسوع. جميعا 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 اعبدوا بروح القدس، جميعا 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 اعبد الرب بروح القدس، اعبد الرب بروح القدس جميعا. انسى انسى انسى، لا تنظر الى احد الان، انظر الى الرب، انظر الى الرب الان. هللويا 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 هللويا، مجدا. ارفع يديك واعبدوا بروح القدس، ارفع يديك واعبدوا بروح القدس. او هللويا هللويا.
هاليلويا هاليلويا هاليلويا. قل له تعال يا روح الله الآن، تعال أعمل في شخصيتي يا رب، تعال يا رب ساعدني أنه أخدم على السكت، تعال يا رب ساعدني، ساعدني يا رب أنه أكون خادم للكل، ساعدني أكون يا رب خادم للكل، ساعدني أكون صديق للكل، ساعدني أكون شماس للكل، ساعدني أكون سامع للكل. أوه هاليلويا هاليلويا، ساعدني أكون مضيف للكل. مجدا 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 هاليلويا، مجدا 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 هاليلويا هاليلويا، مجدا لك يا يسوع. أرفع يدي نحوك، شفتاي تهتف لك، كان سمتي تعرفني يا رب، أسجد أمام عرشك أرفع تسبيحا لاسمك، كنسمة تلفني وترفع نفسي، الآن تعال املأني، الآن تعال إلي بروحك القدوس، أتوب إليك الآن، تعال إلي بروحك القدوس، إياك وحدك نشوف. جميعا لأن نرفع يدينا لرب الأرباب، أشهد أمام عرشك. نعم يا يسوع، أرفع تسبيحا لاسمك، كنسمة تلفني وترفع نفسي، الآن تعال تعال إلي بروحك القدوس، أطوب إليك الآن، تعال املأني الآن، تعال إلي بروحك القدوس، إياك تعال يا رب، تعال يا رب، تعال يا رب، لا املأ حياتي يا رب من مجدك، لا املأ حياتي من مجدك، ارتفع يا رب في حياتي الآن، رنم بروح القدس له من كل قلبك، لا رنم بروح القدس له من كل قلبك يا رب، شيل عيوني عن العالم عن الظروف يا رب، خليني اسمع مثل ما انت بتسمع، شوف مثل ما انت بتشوف، احكي مثل ما انت بتحكي يا رب، اشعر مثل ما انت بتشعر، اسلك مثل ما انت بتسلك، المس مثل ما انت بتلمس، ميز مثل ما انت بتميز يا رب. هللويا هللويا، هللويا يا رب، 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 يا رب،
الآن تعال ابنك الآن تعال إلي بروحك القدوس أتوب إليك الآن تعال ابنك الآن تعال إلي بدك الرب يعمل بحياتك لان بديك تترك مكانك لان تقرب لقدام ما حدا رح يصلي لك لان بس بدك تاخذ خطوه الان تقول يا رب تعال اليوم عمول بحياتي الان خليني انا الان واقف قدامك لان قال لك يا رب تعال عمول بشخصيتي تعال يا رب عمول فيي شيل عني كل اقنعه اذا بتعرف انه في اقنعه الان تعال الان كب عن اجرين الرب قدام خلي يكون مثل عمل نبوي الان نطرح كل اكاليلنا الفانيه هللويا خلينا نصلي بالرب ونرقص الباقيين بينما كل واحد عم بيقرب لقدام تعال تعال اترك مكانك الان اترك مكانك الان تعال اطرح كل شيء اوه هللويا هللويا مجدا ليسوع مجدا ليسوع مجدا ليسوع مجدا ليسوع هللويا هللويا خلينا نوقف ليش نوقف قدام بليز هون هللويا قربوا لهون 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 قربوا لهون مجدا لك يا رب مجدا لك يا رب الآن تعال املأني الآن تعال إلي بروحك القدوس أتوب تعال املأني الآن إياك وحدك نسوان نعم 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 محتاج يركع يركع محتاج يوقف ضل واقف محتاج انه يرفع ايدي يرفع ايدي الان محتاج يقوله يا رب تعالى المس قلبي الان من جديد اريد ان اخرج من هذا المكان اليوم من دون قناع اريد ان اخرج من هذا المكان الان انسان جديد يا رب أريد أنك تبدأ اليوم تعاملاتك في حياتي يا سيد لكي أكون خادم وين ما بروح حتى لي ما أحكي لغة العالم لكن أحكي لغة السماء يا رب شيل من تمي لغة العالم باسم المسيح كل الأشياء اللي الناس كلها بتحكيها تيني يا رب أنه أحكي مثل ما أنت بتحكي اليوم تيني يا رب أنه اسمع مثل ما أنت بتسمع اليوم تيني يا رب أنه شوف مثل ما أنت بتشوف اليوم تيني يا رب أنه اتصرف مثل ما أنت بتصرف اليوم شيل مني كل قلق إذا ملين قلبك قلق إذا ملين قلبك تعب أحمال هذا العالم الآن كب عند إجرين يسوع يا رب العالم علمني كذب العالم علمني أخدع العالم علمني مثل العالم علمني أحقد العالم علمني يكون عندي مرارة العالم علمني أنه يكون نجس العالم علمني أنه ما يكون لطيف العالم علمني أنه سايس العالم علمني أنه رد على الشر بالشر العالم علمني أنه دائما يكون حسنان العالم علمني أنه يكون محبط العالم علمني أن يكون كئيب لكن أنت يا رب الآن جئت لكي تعطيني حياة وتعطيني حياة فياضة جئت الآن لكي تنزع عاري وتعطيني بدل العار ضعفين يا رب أريد أن أكون مختلف أريد أن أكون لطيف لما ما حدا كان لطيف أريد أن أكون محب لما كل الناس اختارت تكره أريد أن أكون فيني نور يا رب لما كل الناس فيها ظلمة أريد أن أتكلم كلامك لما كل الناس عم بيحكوا كلام الشيطان أريد يا رب أن أسلك كما أنت تسلك عكس التيار لما كل الناس ماشيين بالعكس باسم الرب يسوع لأن أعلن 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 يا رب شخصيتي اليوم تكون مقادة منك شخصيتي اليوم تكون محررة كل قيود تسقط من هذه الشخصية كل قيود يمكن أنت بتكره حالك عم تحاول تكون حدا تاني لأنك تكره حالك قل يا رب خليني أتعلم كيف حبني اسمعني شو بدلك لين لأنك إذا ما بتعرف تحب حالك ما رح تعرف تحب الآخرين الكتاب يقول قول أحبب قريبك كنفسك إذا كنت ما بتعرف تحب نفسك مش رح تعرف تحب قريبك تعرف ليش في ناس بتكره لأنه أصلا بتكره حالة لأنه حقد على حالة شاعر إنه هي أقل أو متكبرة شاعر إنه هي أكتر
الله الآن يريد أن يشفي يشفي يشفي. تعال إلى يسوع الآن. اسكب اسكب اسكب. قل يا روح الله تعال اسكب علي الآن. نعم نعم نعم. سوف أصلي الآن الله يسكب على كل واحد الآن. أنك تكون شخص راضي مقتنع. راضي 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 يا رب. أنا راضي أنا راضي. هللويا هللويا هللويا. وأني أتقدم معك يا رب بالشفاء بعملك بتحريرك. لالي أنا أمشي معك يا سيد الآن. أنا أمشي معك يا يسوع. قل له يا رب قل له يا رب أنا أمشي معك. قل له قل له قل له قل له. لا تقف هيك واقف عم تفرج لأن لكن قل له للرب كي معه. ليش اللي بدك الله يعملها معك الآن؟ قل له عنا. قل له يا رب المسني هون. قل له عم عيني من هذا الموضوع بحياتي. تعال يا سيد تعال تعال يا رب. أحتاج إليك أحتاج إليك أحتاج إليك جميعا يا أحبائي جميعا جميعا جميعا. هللويا هللويا. يا سيدي لما رى نجوم وكل أمال يدور في الأفلام صلي بالروح القدس صلي بالروح القدس رادي في ويوم صندل رابا كلها صانات يدا نفسي تغني تغني يا مغلزي. نعم يا رب عظم عظم باعتباره له لا.